رجعنا لكم ونبداو توتويت فقره جرين داي مع سي توفيق النجار. بونجور. نهارك زين. بونجور بونجور. شحوال. نهارك زين. سي توفيق شحوال. شحوال. صافا خليت بلاصتك البارح يا ولدي. يعيشك الله غالب. قعدنا من غير بيئه. ديزونجاجمون تاع الخدمه اللي انا ديما موجودين ان شاء الله. ديما موجودين. اليوم باش نرجعوا على موضوع جديد. اي. الطاقات المتجدده. المتجدده احنا حكينا عليه قبل في اطار هدف من اهداف التنميه المستدامه اللي لانسيتو البرنامج الامم المتحده الانمائي. برنامج الأمم المتحدة للبيئة. أي. اليوم مش نفصلوا شوية باش نبسطوا المعلومة كالعادة كما تفهمنا باش نبسطوها للمشاهد الكريم. شنو هي الطاقات المتجددة؟ الطاقات المتجددة هي الطاقات المستدامة. أي. كما الكتلة الحيوية، الطاقة الكهرومائية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والطاقة الحرارية. الثلاثة الآخرين فهمتهم الأولانية شنو هي؟ البيوماس. البيوماس هي الكتلة الحيوية. بيوماس معناها حاجة جاية من حاجة حيوية. أي. كيما النباتات، كيما الكتل نتاع منتوجات الأرض، حاجة أخرى فهمتني. نجموا نستغلوه مثلا كيما الله محمد رسول الله بالضبط على خاطر لو تيرم تكنيك فهمتني. احنا نبسطوها ما باش ندخلوا في الديتاي فهمتني، ما نحبوش ندخلوا في الديتاي، نعيطوا للسبيساليست فهمتني. هي الطاقات الحيويه، توسكي حيوي تنجم تخرج منه طاقه. هاي فهمتني. هذه الحقيقه اول الكهرومائيه الكهرومائيه لا برودكسيون ديكتيسيتي. ثم الفوتوفولتايك اللي هي ديريفي بتاع الطاقه الشمسيه. أي. اللي توا هي في تونس عليها تشجيعات كبيره برشا. أي. تنجم تعمل دي بانو فوق دارك تولي تكونسومي الالكتريستي اللي عندك اترافير الطاقه الضوئيه هذيك وتربحك برشا في الفاتوره. به تنجم توصل حاجه كوثر. أي. انه الفاضل بتاع الانرجي اللي تستغله انت الستيك في يوم ما باش تقبلوا عليك. أبون. مش ولي ثمرة الكيبيراسيون. معناتها إينا بش نولي تولد الكهرباء ونبيع الستيك. يا لهوي ونرفك يوم يا ستيك. إن شاء الله يجينا نهار. استني احنا مش تفهمنا طبعا عنا برشا بش وريك. انا راني ما ننساش سي توفيق. أي. وقت اللي بش نحكيو على الطاقات المتجدة وسورتو الطاقة الشمسية بش تجيب لنا مختص بش يفسر لنا لي بانو وكيفاش نجمو نعملو لي بانو متاع الطاقة الشمسية بش نرتاحوا من ستيك ومن فاتورة ستيك والفاتورة بتاعها جوستومون باش معناتها هكا تفهمنا هكا ولا هو اي تفهمنا هكا لا ديسبونيبيليتي نتاع الشركات هذيك ما لقيناش معاهم ديسبونيبيليتي. ان شاء الله في القريب العاجل نلقاو معاهم ديسبونيبيليتي. تولي بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا كونتاكتينا اتصلنا بشركات. لا ديسبونيبيليتي نتاعهم باش يبعث لك انجينير ويتوفر لك انجينير باش يحكي فهمتني. يقول لك انا توا عندي خدمه وعندي فهمتني حكايه ديزونجاجمون عندهم خدمه. اما هذيك فيها تشجيعات كبيره من الدوله. لي بانو فوتوفولتايك فيها تشجيعات كبيره من الدوله والدوله استيك بيدها والدوله والوكاله الوطنيه للطاقات المتجدده. أي. توفر سيفونسيون للي باش يركب السيستيم هذاك. جوستومون هو يبدا غالي من الاول لكن من بعد باش تربح برشا فلوس. احنا نحبوا الطلب يولي كبير. جوستومون هذاك اش حبيت نعرف انا حبيتك تاخذ معلومات مثلا قديش انا باش نعمل انستالاسيون قديش تكلف لي سيفون الكونسوماسيون ثم النومبر دو بانو هذاك ديفيني سولون معناها الشركه تجي تعمل ايتود قديش تاكل انت ضوء وتعمل لك ايتود اش لازمك من بانو. مثلا بانو في دار عاديه معناها فيلا كبيره باش تعمل باش تغطيها باللي بانو مثلا الانستالاسيون تتكلف قرابه 14 مليون. واو 14 مليون فيهم سيفونسيون من الدوله. قديش فيهم سيفونسيون من الدوله وفيهم الانترفونسيون تاع ستيك تقريبا حكايه 30%. انت والشركه كيفاش تخدم؟ ما شاء الله علينا نحن في 30% ديما 30% حتى 30% الاخرى في كل شيء 30% كهوي فهمتني. معناها ثم تشجيعات. احنا شنو الهدف نتاعنا؟ يولي ثم طلب كبير باش السوم يرخص. اذا كان ولا ثم طلب كبير السوم يرخص وزاده نطلبوا من السلطه من الدوله باش هي تزيد توفر وتشجع الشركات هذيك على الاقل باش يوصل السوم مخفض للمواطن. يولي المواطن ينتج الكهرباء نتاعو فهمتني والفاتوره ما عادش تجي برشا. يعني انا كيف باش نعملها باش نصرف 14 مليون نحي منهم 30% اللي باش تشارك فيهم الدوله وتشارك فيهم الستيك. هو اون كورديناسيون افيك الستيك. الستيك باهي انا معناتها نوصل معناتها نولي هذاك نستغلوا لداري والفاضل في كومبونسيون وتشريه. هو مش تبيعه وتاخذ فلوسه. يولي عندك
الريزيرف. الريزيرف نتاع شنو؟ الريزيرف هذاك نهار اخر معناها تكونسوميها، نهار اخر ما ثماش ضوء، ما ثماش، ما عندكش انرجي انت، نهار اخر تولي تكونسومي كيما حاجه خبيتها تخزن. اه ليه ما حشيش باش نخزن مع ستيك؟ خاطر مخزنين عندهم الشعب مخزن عندكم ياسر. شو والله ما عندي حتى مشكله، ردوا بالكم مع الخدامه راهو الناس كلها تخدم على روحها. نحكي على ستيك كستيك لانه الحقيقه نتاع ربي، وبالكش توا نخوضوا فيه نهار الموضوع هذايا خاطر توا ندخلوا له بالتفصيل ماهوش وقته خاطر ماهوش موضوعنا. اما صدقوني الشعب التونسي مليع مليع مليع. مع العلم انا عندي تصويره للبوتو اللي فوق داري اللي فيه تجاوز خطير، وطوم بعديك نوريك ممكن ياسر نعمل قضية بستيك. لا هو هو كي تبدأ حاجة فيها تجاوزات راو المواطن طوم بعديك نوريك تصور تفهم وحدك التجاوز اللي قاعدين. بون ما نحكيش لي ديتاي. ريكلامية كوثر ولا اي قاعدة قلت لك باش نشكي كاريمون. اي تم سويفي معناها جاوك شافوا؟ لا ما جاوش. سي با سيرو لهنا سي با سيرو نحب نغدرهم. اي اي انت ديجا سيت او علمت. لا ما يسالش لا محسوب. ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا. ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا. وياسر يتبعوا مشاكل على المواطنين. يا ولدي الشعب التونسي هكا قلبه مغلغل عليك. ان شاء الله يكونوا يتبعوا فينا ويتحركوا ان شاء الله. هذاك شنو احنا طالبين منهم باش يتحركوا. ليه ما نحبهمش يتحركوا؟ انا نحب نشدكم بجريمتكم. اقعدوا كيكه ما تتحركوش، جاي عيد ارتاحوا. هذا الاسبري بتاع المواطن اللي لازم يكون عندنا يا كوثر. يلزم المواطن عنده الاسبري بتاع المواطنه باش يتحرك لمصلحته ومصلحه الجميع. كيما في البيئه راهو نفس الحكايه راهو. اي انا المشكله اللي عندي مش تخصنيش برك، تخص الجار الجيران معناها. هو هو قريب يعني منك انت والانتوراج. عباره بتاعك. على انسان قاعد يسرق من عندك في الضوء. مش معقول. رانا انا مثلا في داري ما نجمش نشعل كليماتيزور. معناتها القوة الضوء ما تتحملش ان الكليماتيزور يشعل. معناتها انا هي انا هي في هي وقتنا هذا عندي 3 كليماتيزور في الدار، وانا نجم نستعمل كان فونتيلاتور، وانا الشاريه كليماتيزورتهم مركبتهم. علاش؟ المشكل اي مشكل ديتكتي خاطر الضوء عندي مش قوي، ولانه الخيوط اللي عندي ما همش كاملين تكنيكمون ما نجمش نفهمك. طبعا بعديك انا بالتصويره تفهم. بالتصويره تنجم تفهم. سامحني قسيت عليك قلبي. ما يسالش ما يسالش ما يسالش راهو هذا الاسبري اللي نحبوا نوصلوا له، انه المواطن يترك راهو. احنا اترافير ليميسيون نتاعنا نحبوا الجرين داي هذيا تكون بالحق لوبجيكتيف تاعها ان جرين داي في تونس. شوف انا عندي قداش نهار تحرك المواطن، قداش عندي من نهار نحب نتكلم ونحب نقول حاجه كل يوم تثقل ولا ترزن علي الحكايه. شو نحب نقول؟ شوف هذا راهو برنامج عائلي، برنامج يخصك يا مدام ويخصك يا مسيو ويلي تقرا ويلي تخدم ويخص اي انسان. كيما مثلا البارح احنا كان بحذينا السي المولدي اللي هو من ذوي الاحتياجات الخصوصيه، واللي حكينا معاه في خدمته وفي مشكلته، واللي وعدنا انه كل ما يلقى معناتها ذوي الاحتياجات الخصوصيه عنده مشكله باش يجيبوا معنا وباش نفتحوا القضيه هذيا. لانه راهو مانيش باش نتعمقوا ودرا شنو وكل شيء بتبيع باش مشوا كان امور قانونيه، اما رانا مانيش باش نلقاو حاجه تقلق العائله التونسيه نتاعنا باش نسكتوا عليها. هيك حاجه معينه البروبليم راهو كذا كان ما تتكلمش عليه ما اسمعوا حد. واذا كان عندك مشكله يا مدام ولا يا مسيو ولا اي حد قاعد يتفرج فيا، ما يسالش عن الباج نتاع تلفزه تي في، تنجم تدخل تحط كومنتير ولا تبعث ميساج فما شكون ليهي بالباج. واذا كان عندك مشكله وتجي وتثبت لنا بالاوراق اللي انت عندك مشكله مع اي مؤسسه تونسيه، رانا احنا هوني على ذمتك باش نوصلوا لك صوتك ويوصل صوتك لابعد حد بقدر. ولهنا لهنا نساهموا بطريقه مباشره او غير مباشره في ترسيخ ثقافه المواطن عندنا. راهو المواطن يلزم يتعلم يشكي، راهي مش قوادر يشكي، راهو الوعي نتاع المواطن راهو مش قوادر. راهو الكوما نتاعنا راهو لينا احنا ولصغارنا. يلزم العباد تفهم منها راهو هذاك حقك انت باش تشكي وحقك باش تتبع وحق المؤسسه والسلطه باش تستجيب باش تحلك الاشكال هذاك. فهمتني؟ تحب نرجع شويه على لو تيرم جينيرال تاع الطاقات المتجدده. يقولوا كلمه الطاقه الخضراء التنميه الاقتصاديه وطاقات متجدده مستدامه. مستدامه كيسكو سافيدير معناها؟ تبارك الله الشمس تغيب وترجع. نستغلوا اللي احنا تو في تونس عندنا 300 نهار شمس على الاقل. اي اكيد. اون برانسيب منطقيا. البلاد حتى كي تبدا الدنيا مصاحبه لازم تلقى لي غيون سولير في البلاد كامله حقها تخدم بالطاقه الشمسيه. علاش ما تمش؟ على خاطر احنا نحبوا كقوه اقتراح معناها البرنامج هذا الاعلام كقوه اقتراح
باش السلطه معناها نقترحوا عليها باش تولي تمشي في المنهجيه هذيك. حتى اللي بوتوه الضو اللي في الشارع اللي ساعات تبداو ناسين ونهار والضو يشعل هذاك ينجموا يكونوا بتعقد. يا شفت ثم ديزيكزامبل، اما سون دي بروتوتيب راه يلزم تعميمها، يلزم ثم استراتيجيه نتاع الدوله. الدوله تولي تخمم في الطاقه الشمسيه وتشجع المواطن وتشجع الاندستريال. تصور انت الشركات الصناعيه ممكن تستغل الطاقه هذه قداش تربح، راهو يكونسومي برشا 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 برشا، معناها حاجه من فوق العقل راهي الكونسوماسيون، حاجه من فوق العقل. لكن سامحني البديل موجود، هي البديل يلزم الدوله تعاون المواطن باش ينجم يدخل في البديل هذاك. واقتصاديا راهي تربح برشا، اقتصاديا راهي تربح برشا، فهمني. وثما مشاريع ثما مشاريع معناها دي بروموتور من برا يجيو لتونس يلقاو روتين اداري، يلقاو روتين اداري، يلقاو روتين اداري. واحد يبعث الواحد ثما دي نفس الورقه اللي هي تطلع بالورقه الاخرى، هذاك يقول له جيب هذيك، هذاك يقول له مستحيل كان تطلع. سي توفيق انا وياك نساور روحنا في كل مره، بس خايب روحنا قاعدين في الكوليس نحكيهم وانت تحي وانا نزل. خليها طبيعيه، خليها طبيعيه. لازمني نقص عليك خاطر سيبوها وقت، نعرف الوقت يتجاوزنا الوقت. البيروقراطيه جوز غمارك صغيره، هي نفسها اللي خليت السينما العالميه تهرب من تونس ومشيت للمغرب، والسوق المغربي توا ما شاء الله يسخر بالطاقات ويسخر بالفلوس، ونستخدم وعباد تخدم التكنيسيان مدن سينمائيه. ثم تسهيل واحنا قاعدين ربنا كما خلقنا. ثم تسهيلات 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 ومش البقره الجبل البيروقراطيه. يا شيف هبلتنا بالريحه يا سيدي. ثم قلنا بزينه برشا شيء اللي سخونه شيف سخونه. هاني باش نسيس روحي هاني من المنديله. حبكش تحرق لي يديك، مازال حشتي بيك. بارك الله فيك. قبل العيد عاد مازال عندنا حلقتي. القله نتاعنا طابت نورمالمون، خضراتنا طابت. هذيك عملتها قلت انت بالبات مورت. بات مورت. العجينه الميته. غطيناها به. اما فيها سر راهو يا كف. فيها سر باش تشد. هذه حاجه. وباش تعرف اللي هي طابت. كي تحمر لك العجينه. القله نتاعك طابت. أبون معناتها هذيك دوبل فونكسيون. يعطيك الصح. ما نجموش نشكيو بها عندها دوبل فونكسيون. لا 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 لا، هذه من إبداعات الجنوب كما كنتوا تحكيوا في الضوء. إبداعات الجنوب الإبداعات نتاعها معناها يعملوا حاجات سر صغير باش يعرفوا اللحم طاب. واحد خاطر قبل ما كانتش معناها، تصور أنت كيف باش يعرف اللحم ما عندوش وقت. نتصور يبدا في غابه ولا في صحراء ولا في كذا، ما عندوش وقت، ما عندوش القله مش مكسره كما توا، ما عندوش بوصول، ما عندوش فكره. البات هذيك هي الدليل اللي اللحم طاب داخل، معناها استنبطوا الكابتور هذا. يعطيك الصح. يعطيهم الحق. هو فاست الكابتور. كابتور سي تا كابتور. جوستومون. فهمني كابتور. اي وكابتور ما يخطئش معناها، عرفت ضربة. لا اكيد تتبدل، هي ماهوش حطوها مثلا في سخانه 180 درجه. السخانه باش تبدا تيب سله سله، مش العجينه باش تحطها توا باش كيما خبز الطابونه كيما تحطها في الطابونه ولا تحطها اللوطه يحفروا لها حفره وتيبوها وكذا، طابونه تحت الارض في الصحراء. البات هذيك هي اللي تعطي الوقت تاع كويسون، وقت تاع تيب اللحم. كابتور ولا كابتور. شابوبا شابوبا سي توفيق، محليها قاعده معك سي توفيق. يعيشك يعيشك. دونك عندنا بوز ولا تنشوف عسيلو تنكملوا القاعده لبرا. شفرغ لك ان شاء الله ديما نرجع ونضيف ونعمل الاضافه ان شاء الله. ان توكا يلزمك تقعد معنا باغ اوبليغاسيون. اول حاجه باش تاكل من عند الشيف امين كوم دابيتود، نذوقوا مع بعضنا الناس كل. ثاني حاجه عندنا فقره محببه على قلوبنا الناس كل توا، اللي هي فقره الاطفال اللي كانت بالخميس وليت اليوم بالاربع، سبقناها قبل بنهار لانه غدوه ان شاء الله الخميس باش تكون حلقه فيها برشا جو، فيها فرقه مزيانه باش يكون حاضر معنا غدوه ان شاء الله. فرحات جديدي برشا حاجات باش تشوفوها غدوه، جو عيد الاضحى وجوك بين الماضي والحاضري، باش تكتشفوا موسيقى جديده وحاجه تذكركم نوستالجيك، ترجع شوي كيما زاد. حتى الشباب اللي باش يتفرج باش يلقى روحه، لانه كيف فما معناتها غناء جديد وحاجات جديده. وش نقول لكم اكثر من هكاك، تو سامبلومون وصلنا لفقره صغار، فاصل ونواصل. نادي على الشاهدة فهيمة الخياطة. حاضر سيدي. ما أقوالك يا حاجة؟ وليدي ايش باش نقولك، شي كبير ما تربيتش بيه
العباد عملوا العار بالوسخ ونسخ. ايه يا حسرة. علاش يا حسرة؟ يا حسرة كي كنا شكرت السيمان تولي بكويت وعقب القارصة نظف النحاس والمهرس. خليني ساكتة يا وليدي خير. كمل كمل يا حاشا. خالك التهامي الله يرحمه. شكون خالك التهامي؟ يا ديني ما تعرفش مولا بيتي خالك التهامي؟ قول الله يرحمه. الله يرحمه. كان الله يرحمه ما يلوح شيء، يقول لي كل شيء يصلح فهيمة. إبرة البابور يصنعها من حقة الشامية، والفضلة متاع الجنينة وقشور الغلة. حاشاك كلبي بيت متعشي من الفضلة متاع الماكلة. إيه يا حسرة ميت وارتاح من اللي رافيه اليوم. شكاير وكراذن صاشيات دبش شامبوانات في عوض الطفل، شكاير في عوض الصاشي في اسك، شكاير في عوض القفف. يا ديني وين ماشيين؟ هل لديك أقوال أخرى؟ كان جاي خالك التهامي، قول الله يرحمه. الله يرحمه. مازال حي، روح كيلك على صبات الكاوتشو والغربال بجلد المعزة والدريبك والطبل والبندير. إيه يا حسرة كان غريبلي بالفم والملأ. برافو 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 برافو. يظهر لي اصغر ممثله في تونس ابتهال. مرحبا بيك ابتهال. سافا؟ الحمد لله. لباس امورك في العنبره؟ اي صح لباسه الحمد لله. كنت نصور فيك توا في اللايف على الفيسبوك، قلت هذه فرصه سعيده خليك الممثلين الكبار اللي امي معايا غيروا منك. عايشك. سافا الحمد لله. شنو احوالك؟ لباس. انت وخوك ما شاء الله فرقة مسرحية ممتازة. سافا لباس امان الله الحمد لله. تحياتي سيدي القاضي. تحياتي. تحياتي. هاك ماكش صعيب كقاضي، ماكش صعيب، حسك حنين هكا هكا ولا اصل حنين حتى في الدار. يا ماما تقول على اخوك حنين. اي هذه راي حاجة غاغ ياسر، خاطر ديما البنية والخوك سواء أكبر منها ولا أصغر منها ديما يبدو عاملين في بعضهم. ما تتوصل بنية صغيرة تقول على أخوها اللي أصغر منها حنين. ليه؟ برافو. شابو بال أمكم لها هيك قاعدة تصبر فينا من غاديكا. شو اسمها الوالدة؟ منال. منال ما شاء الله عليك يا منال. دونك بتيل كيفاش غرامكم بالمسرح؟ أنا من الأول معناتها ما كنتش مهتمة بالحاجة ذي برشا. أي. أما سي غرسن هو اللي غرمني بالحكاية ذي. عامل بعميله صغار. من الاول بديت مثل دور ثانوي انا وضياء وقتها في السينما، بعديك عملت مسرح ما كملتش في السينما. سينما شنو؟ وقتها في المدرسة. المدرسة. اي في المدرسة. اي ودونك ديما اخوك معاك؟ مش ديما ديما، ساعات هو يعمل وحده وانا وحدي وساعات مع بعضنا. ساعات كي تستحق واقرب ممثل ليك هو اخوك، بين نهار اخر كي باش تكبروا تولي وعندكم مسلسلات تولي تجيب كاين خوك معناتها تخدموا بالمحبات. ها؟ عندك حاجه اخرى زاد اللي هو التمثيل اللي عملتوهم توما تشجع على الرسكله وتشجع على البيئه. خليني نقول لك ميرسي عزيزتي، لانه انا الرسكله توا توا فقت قيمتها، توا توا تعلمتها نظرا لظروف معينه لزتني اني الرسكل برشا حاجات. انت ما شاء الله قديش عمرك توا؟ عمري 12. 12 في العمر هذا تعلمت اش معناتها الرسكله وقيمه الرسكله دايوغ، وكاتبين سكتش بتاعكم بالذمه للموضوع هذا. شنو اللي رسكلتو انت توا في الدار ابار اللي تحكي شكاير السيماني يوليو شنو؟ يوليو كراذن. كراذن اي. والقارصه نستغلوها نعملوا بها الغاز، نظفوا بها الغاز، نعملوا بها ساعات يدينا نحطوها في الجر بتاع الماعون باش ظوافرنا تتقوى. شفت ظوافري؟ اي. دونك شنو اللي رسكلتو انت تو؟ انا في الدار ديما معناتها ناخذ حاجات نلقى حاجات مطيشه معناتها نصنع بهم براعه يدويه ولا نعمل بهم حاجات نزين بهم بيتي. كيما شنو انا مثلا؟ الحاجه نلقاها مثلا الوحدين بتاع العظام. اي نلونوهم ونعملوا بهم حاجات هكا نقصوهم و... تعمل بهم هكا الديكور في الحيط. وانت امان الله؟ نقصوا ساعات بكويت الحليب. أي؟ قدوا بهم كل لوحه صغيره. اي يجيوا البرشة استعمالات. ونقدوا بالياغورت وحكوك الطماطم. اي نقدوا بهم كل فانوس. اي معناتها امكم شيخه وتنجم تعمل شنو الحاجه اللي استغليتها من سله المهملات وعملتها ديكوراسيون في بيتك؟
لا ما سالت المهملات. اي ما انتم توما تولي تحكيوا عليهم اون برينسيب يكونوا في سله المهملات كيما حقوقك معناتهم كيما الحقوق نتاع الياغورت اون برينسيب يمشيوا في سله المهملات. اما انتم استعملتوهم كيما شنو مثلا؟ مثلا تبدا قوبليت معناتها ففضلوا قوبليت مثلا خرجنا وحده كل ناخذوا القوبليت اللي قعدوا معناتها فضلوا اللي كانوا باش يطيشوا ننظفوهم ونقدوهم ونعملوا بهم لعب هكاك لعب تليفون هذاك اللي نبدا بالخيط هذه لعبة قديمة. يا حسرة ايش قلت شيف؟ قلت يا حسرة كيف كانت نفس الكلمة عمل لعبتها قبل شيف هذية ما تفرجنا فيها مش لعبنا بركة معناها كانت وقت الفاميش لا بورتابلوات لحد شيء فما تليفونات كيفاش في اللي كوميك زادة تليفونات موجودين هذوما الحاجات اللي حكيوا فيهم كل تفرجنا فيهم ولعبنا بهم قبل تو ما عادش جستو اما هم قاعدين ساعه ساعه يدوروا 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 ويرجعوا للماضي. كيفاش تراو مستقبلكم ان شاء الله؟ ما زلتوا باش تكملوا باش تواصلوا؟ عجبتكم التجربه ما عجبتكمش؟ ظهرت لكم رزينه؟ ديجا انا عجبتني حاجه فيكم انكم تتعاملوا مع الكاميرا ببراعه معناتها محليكم 55 على وجهتي ما لقينيش حتى ادنى صعوبه معاكم وين حددوا لك وقفت رجلت لامورك ويظهر لي ما غلطت حتى غلطه. دونك هذه حاجه مزيانه. شكون المدرب نتاعكم؟ سي غرسني. سي غرسني دونك هو اللي غرمكم بالتمثيل وتوا انت تغرمت تحب تكمل تحب تواصل؟ اي انا تغرمت بالتمثيل ونحب نواصل اما زيد عندي حلم واحد اخر نحب نتخصص في طب النفس بخلاف هذاك. هاي سيدي طب النفسي شوف ما همش بعاد على بعضهم ورس بنتي تأكد لك أنه الطب النفسي والتمثيل تكبر وتكتشف وبعد ما تقرأ اللي التمثيل هو يفرهد نفسنا يعني. يفرهد والطب النفسي يفرهد ومزيد عندهم برشا نقاط مشتركة تكبروا عليك خطروا موضوع طويل ماهوش وقتنا. شكون المثال بتاعك الأعلى؟ منى نور الدين أي فتح الهداوي اي وحسن حسني الله يرحمه الله يرحمه وينعمه. وانت كيف بالضبط؟ ليه عاد ليه امان الله اكيد انه عندك راي اخر معناتها هي سميت توا زوز نسي سميت منى نور الدين وشكون اخر؟ لا سميت زوز رجال ونسيت زوز رجال دونك حسن حسني وفتح الهداوي والسيده منى نور الدين. فين شفتها منى نور الدين؟ شنو العمل اللي شفتها في خطاب على الباب اي شفتها في شوف لي حل شفتها في برشا مسلسلات اخرين عجبتك اي وانت يا امين الله شفتها معها خاطر نحن عندنا نفس التلفزه نتفرجوا مع بعض اي اما ما تنجموش تكونوا متاثرين بنفس الاشخاص انتوما باش تكبروا نهار اخر هكا ربي بقى عليكم الستر فهمت باش تكبروا ما شاء الله 55 على وليداتي ربي فضلكم دونك مكملين مواصلين في الدومين هذا. شنو الممثله بارتا منى نور الدين اللي تعجبك فريمون واللي انت يمكن مثل الاعلى نتاعك؟ شو الممثله اللي كيف تشوفها في التلفزه ماذا بك تقلدها؟ ما تسمعش امين الله ما تسمعش امين الله قول انت امين الله قبل لحقا نحب نقلد برشا عباد كيما شكون سميلي شم نسيتي تتذكرش هكايا اسم مثلا عبد يضحكك تحب تقلده ولا عبد شفته عمل لك هي مشهد قوي نعرفه انا باسمه يعني في المسلسل ما نعرفش اسمه قول لي شنو تنقولوا لك شكون مثلا فوشيكا فوشيكا فيصل بالزين فيصل بالزين الممثل القدير فيصل بالزين ترى قلده لي شويه نجم ولا حاجه نجم تنجم ها تصفيق برا ماشي كده برا شجعوا لي امان الله باش يقلد الممثل فيصل بالزين يلا هاي اسبوعي هاي نبداونا هاي نبداونا نمشي ونتسرسدوا ونعملوا لوجه على دبار جديدة لوجه على 10,000 نمشيو بها نجيبو قهوة ولا كسكروت أيا باهي فوشيكا والسبوع يدخل وياخذ من عند سليمان في وسط الكليونات ياخذ ويرجع ويبداو يدبروا بعمايلهم برافو
برافو محليك، جوست شويه تركيز هكا وتنحي شويه حشمه باش نقول لك راهو التمثيل والحشمه ما يمشوش مع بعض. تنجم تحشم البرة اما مديم قدام الكاميرا والا انت سيغسيل راهو ما يركبوش على بعضهم. حبيبي وانت الممثل ولا الممثله اللي كتراهم هذيك تخلدهم شكون؟ انا قلد مسلسلات ما عنديش ممثله معناتها ولا ممثل. قلد لي مثال شحويجك هي هك مثلا 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 يا هكا حاجه هكا حاجه صغيره هو مانيش محضرينها انا الحكايه صغري اما مثالش خليك كيكا كل شيء امبروفيزي ومعاكم الشحة متاع جنات هي تاي ليه تاعي شد دينار بركة مثالش مثالش هاني معاكم ما عندهم وين يمشيوا الفلوس هاو مخبين عندي هكا هاو اي تحب نشد لك انا عزة وانت شد جنات هاي نحاول نقلد عزة اوكي هاي برا مشي هاي نانا جنيت سيش تعطيني دينار ليه هم عندي الفلوس نلمدهم لك نلمدهم لك اعطيكم مدهم لك فرد مرة رصهم على قلبك يا نانا رصهم على قلبك اعطيني دينار نانا ما كاش نقطع شعري تاو سيش قطع شعرك تو نعاود نزرع لك يا نانا يا نانا راك قهرتني يا نانا راك قهرتني برافو حد ما يصفق علي بابا اقطع شعري انا يعطيكم الصحة عزيزتي برافو نتمنى نشوفكم من أحسن الممثلين في تونس نتمنى نشوفكم كبار ونشوفكم أول حاجة ساعة الطب النفسي نجم جي نهار نحتاجك يا بنيتي فهمت لطف عليك عليه عليه من توا تقول اللطف عليك بالعكس راهو الطب النفسي ماهوش عيب الطبيب النفسي معناتها هذيا موضوع تنحكيو فيه بعد اما راهو مش حاجه خايبه واحد كي يبدا متقلق ولا عنده حتى هكا فادت شويه يمشي للطبيب النفسي بالعكس حاجه تعاونك باش توصل وباش تقدم في الحياه وهذا اول درس لازمك تتعلمه من توا وانت شنو تحب تولي امان الله نحب نولي بيطري نحب نولي بيطري طبيب بيطري بيطري برافو جدوغ لي انت عندي برشا كلامه معاك من بعد مشتوى دونك امين الله عبد القادر وابتي العبد القادر محليكم محليكم ربي فضلكم سي احنا وصلنا لنهايه الحلقه نتاعنا اليوم تاع نهارك زين وصلنا لوقت الاكل وقت الذويقه تحبوا اللحم العلوش في القله اي والهريسه العربي تعرفوها طيبها ما في الدار بيه الهريسه الحلوه الهريسه الحلوه قلت الهريسه العربي دونك توا باش تذوقوها من يدين من يدين الشيف امين قلت لي حاجه سيد المخرج اوكي بيان سور باش نفلتهم هنا باش نخليهم جوست فاصل ونتقابلوا توت سويت في الدريساج انا واصدقائي الاطفال توت سويت